بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا غادي نتكلم معك يعني في المسألة حقيقية قانونية. الأرض هذه شكون معنا أنت؟ شكون أنت؟ أنا محمد صديق العبودي. نعم. ساكن في شارع منزارن 36 المديق. فين عندك المشكل؟ المشكل ديالي فين عندك؟ فين؟ عندي المشكل في وادي سمير. شنو البلاصة بالضبط؟ البركت لاغونا، مسميه بالاسبانيونيه لاغونا، عندي هنا في البلان. فين جات؟ اشرح لنا فين جات؟ جات في بوزغلال، كتحد بداداش، كتحد موحن عمر، وكتحد الدراوي، وكتحد بولعيش. أنا عندي المشكل مع أحمد القشاقش وكيسمو عليهم ومصطفى البقالي اللي كان مدير الحبس، وعندي مشكل مع المعروفي ولد خالتو أحمد القشاقش. وأحمد المعروفي هو القاضي اللي كان كيحكم هو والودراسي. فويا خالتي في 83 و 86 مرتين دخلوني للحبس. وعلاش؟ علاش على هذا الارض هذه؟ جاوا قالوا لي نشركوها، قلت لهم انا ما نشركش الارض معكم. الارض الدوله وانا محتفظ عليها وخلاني فيها نصراني. لويس غارسيا شكو ديرو؟ منين مشى بحالو في 60؟ شحال الهكتار؟ 18 هكتار. منين جاي يمشي بحالو؟ ناض قال لي تشوف. كنا كنديروا الخضره مره وكنهبطوها لسبته. مشكل كانت شكا انا على العنف اللي وقع عليا والزور. من طرف من؟ من طرف المحكمه، من طرف احمد المعروفي واحمد القشاقش ومصطفى البقالي. تامروا عليا وحكموا عليا بالحبس 8 شهور، عطاو لي 4 شهور. علاش؟ على هذا الارض هذه، علاش ما نخليهمش يشركوا معايا؟ كيقولوا ديالهم. ودابا حاليا شنو هو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي دابا انا خصني نطعن في هذا الشيء اللي داروا عليا. كيخصني هذه القوانين اللي طبقوا عليا بالزور، كيخصو يعني يطلع عليهم صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو. ها الوثائق ديالي يا سيدي. قولي ليش هذا؟ ها الحجه عليا استمرار الملك. الريسيبو ديال هذا، التوصيل ديال الماليه املاك المخزنيه. هذا السيد ابراهيم اللي كان قبط في لاسيندا في الماليه مع الكوميساريه. هذه بطاقة الحبس 8 شهور. هذه عاود إخراج باب النوادر، هذه الشاون وهذه باب النوادر 8 شهور، هي هذيك 3 شهور. هذه فيها 8 شهور ومليون لفرنك، وهذه فيها 3 شهور ومليون لفرنك. هذه ها هي هذه فين مليون لفرنك، ها هي التوصيل ديال المحكمة خلصتها في الفدان. هذه ها هي البلان، خليها لي عندي النصراني، هاهو مسمي لاغونا وادا سمير، بركت وادا سمير، كتحد بالدراوي، كتحد بداداش، كتحد موحن عمر، كتحد كان بولعيش، وكتحد الحاج مصطفى، الحاج الاخر كيسمو عليه الحاج المختار بني سالم. ديما عندي شي واحد الحاجه موضحه، ما كايناش فيها شي حاجه الغش او كذب او باش يلاحظ عليا شي واحد. الزنايقي هو اللي هجمني على الارض، ما جاش باش يقول لك اودي شكون كيستعمل هذه الارض باش يتفاهم معانا. إلا كاين شي مصلحة العامة ديال الدولة. قول لي داها مستشار الملك. مستشار الملك الزنايقي، وحنا ما جاش. علاش داها؟ يدير مصلحة لراسو. مثلا شنو عندك تما؟ كيدير تما تشاليش، هاو تما كيدير تشاليش. هذاك النهار ما جبتش حتى فين نقطع،
ومشيت واحد المره باش نقطع كمامي على اخر بغى يضربني في البنسة البريره من كابيلان هنا في ديك الدوره تحت الدار ديال الدداش بغى يضربني بالبراد الحديد. انا كنت غادي نقول فيه بالتريكتور ولكن شفت العقوبه غادي نتعاقب مع الله ومع الدوله كيتسمى سايب ما احترمتش القانون. وحنا لا هي الارض ديالك ايه والارض ديالي وانا مهاجر عندي كوع ديال الهجره هذا بان ادلي لك بهم. وهذا السيد هذا ما كيحترمش القانون صاحب الجلاله هو مستشار خصو هو يكون فيه الاحترام اكثر منا احنا. احنا ماشي الدوله دوله جمهوريه باش يكون عندنا السايبه بحال تونس بحال تونس بحال ليبيا بحال احنا الدوله ملكيه ديمقراطيه ما خصناش نديروا هذا الاخر هذا الارهاب اللي كيخدموا خصنا يحترموا. حنا متعنيين بالله والعرش العلوي واخا كنكونوا في اوروبا ما كنبغيوش السياده ديال الوطن ديالنا يمسنا شي واحد. علاش كيتعدوا علينا؟ انا بصفتي مهاجر عندي الكارت هذا غادي نوري لك عندي عضو في المعمل ديال الحليب وعندي فلاح شواهد وعندي ديال اسبانيا وعندي الشهاده 75 في القنصل ديال كيسمو ديال فرنسا في كيسمو عليه في هذا في كيسمو عليه في الاخر في الكورس. النهار اللي داروا المسيره مشينا كل احنا سجلنا راسنا المهاجرين قلنا له حنا ماشيين حتى حنا نمشيو نجاهدوا على الوطن ديالنا. دابا شنو المطلب ديالك؟ اه المطلب ديالي انا كنطلب هذا الشيء يلحق صاحب الجلاله يرفد علينا هذه المصيبه اللي دار علينا الزنقي. وشنو يعملوا معكم السلطات المحليه؟ الدليل الارض. العمالة شنو عملت معاكم؟ العمالات ثلاث جوج المرات وانا كندير الشكايه للعميل ما كيجاوبوني شيء. واحد تما اللي محتل الاخر ديالي الشكايات ديالي مسميه مصطفى مودن. وهذا الشيء حنا كنستنكروه. حنا دابا الانسان كيقول الا كان مضرور يمشي للمخزن. المخزن كيدير الاحتياط ديالو يشوف الظالم من المظلوم. فهمتي؟ هاد الصناديق شحال درهم في الهكتار؟ 18 هكتار عندي هنا في هنا في الحجه ها هي ها هي حجه عدليه بالشهود الناس ديالو الجوارن الجوارن باش كنحد بوزغلال ها هي ها 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 لا هادي حجة عدلية اي ها هادي ها هاي 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 ها حجة عدلية ماشي كنهضر مهمل. واش تلقيتي شي تعويض ولا والو؟ لا عطاوني لا تعويض ما جاوبونيش حتى في, 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 في الرسالة اللي درت اللي عطيت لهم. قلت له هاك قال لي واش الملف ما جبرتوش شي؟ قلت له هاك جوج الشهادات اداني الشهاده الاخر ديالهم باش ما باش ما نريك باش ما يعني ما نغوتش نقول له دير درت بغين زعما يهملني زعما عمري ما درت شكايه وهو داهم لي قال لي ودابا دابا نفتش لك عليهم ما تفتشليش.